رح نحكي أكثر عن يمكن الحالة النفسية اللي بتصيب مريض كورونا أو الناس المحيطة فيه. خلينا ننتقل لفقرتنا النفسية الاجتماعية، رح نحكي فيه عن الوضع النفسي للأشخاص المحيطين بمريض كورونا، لكن البداية مع تقرير ونرجع نستضيف الدكتور. ظاهرة بدأنا نلحظها في مجتمعاتنا، غريبة عنا وعن عاداتنا وتقاليدنا، ظاهرة التنمر الإلكتروني. التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي ازدادت هذه الظاهرة في زمن الكورونا، حيث أصبحت تتسبب في أذى العديد من الأشخاص، خاصة الأذى النفسي. عم نشوف تعليقات يعني ما عم يتعاملوا مع أي طرح، مثلا أي فكرة، ما عم يعني عم نلاقي شيء مرعب، يعني في تنمر واضح وفي هيك انسياقية كمان إذا فينا نسميها، أنه حدا قال حلو فالكل بيقول حلو برافو، حدا قال انتقد شيء فالكل بينتقد، ما شيء مو حلو. والله هلأ حسب الظروف اللي عايشين العالم، فعم يعبروا على الشيء اللي داخله مو أكثر من هيك. المشكلة ما في طريقة لمكافحته، فالناس كلها يعني بتعبر على رأيها وما في أي طريقة لها تكافحي لها. تنمر. هاي الظاهرة التنمر كتير بشعة، يا ريت نخلص منها بأي شكل من الأشكال، لأنه فعلا في عالم يعني نفسيا عم تنأذى من هذا الموضوع، فنحاول نكون لطيفين أكثر على السوشيال ميديا. كل واحد بيعبر عن رأيه، بس في عالم ما بتحترم الآخرين، يعني بتحسي إنه بيحكوا اللي بدهم إياه بدون ما يحترموا مشاعر الآخرين. يعني هلأ أنا بشوف بوس مثلا ممكن أعبر عن رأيي، بس إنه لا حرام جوز إجرح حدا، ما في داعي، خلص واحد يحتفظ برأيه إله، أو إذا كان الشخص بيعرفه يعني انه شخص غريب ما في داعي الواحد يعبر عن رايه بحريه، خلاص يحتفظ برايه له وبس. اكيد سلمى، كنا عم نتابع تقرير عن الوضع النفسي للناس المحيطين بمرضى كورونا. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور الطبيب النفسي الاستاذ الدكتور عفوا احمد تاجي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا كيف يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما كنا عم نتابع بالتقرير، ظاهره التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات حاليا صرنا عم نشوفها كثير حتى على الاشخاص اللي ممكن يكونوا مصابين بكورونا او المحيط تبعهم، قد ايه عم تشوف هاي الظاهره بتاثر نفسيا على الشخص المصاب وحتى محيطه؟ هلا اكيد تنمره من الظواهر المهمه كثير واللي بتاثر على حياه الشخص بشكل كامل، يعني وبتخليه يدخل باضطرابات نفسيه كامله. بس فكره الكورونا الحقيقه هون متداخله فيها كثير امور، نحن كثير عم نناقش الموضوع هذا، هل هو تنمر ولا لا؟ الحقيقه التنمر دائما بيكون هو سلوك عدواني المقصود فيه، يعني القصد منه هو ايذاء الاخر، وهو لازم يكون بشكل متكرر مستمر، وحتى الهدف منه هو انه يسيطر شخص على شخص ثاني. الحقيقه بموضوع الكورونا الهدف اللي وصل للشخص اللي عنده كورونا هو تنمر فعلا، ولكن هل الاشخاص اللي عملوا هالافعال هيدي هن القصد منها التنمر؟ هون الفكره اللي دائما عم نتناقش فيها. الحقيقه لا، انا برايي انه مو هو هيك ابدا. الأشخاص اللي عم يحكوا هالأشياء أو عم يبتعدوا أو عم يعزلوا الأشخاص الثانيين مصابين بالكورونا، مو القصد منا الإيذاء، هو الحقيقة نوع من الخوف اللي صاب الأشخاص. نحن في عنا شيء بالطب النفسي دائما اسمه تروما، الصدمة. الصدمة دائما هي شيء مهدد لحياة الشخص وبيشعروا بالعجز، وهذا اللي صار وقت بلشت موضوع الكورونا. فجأة شعرنا إنه في شيء عم يهدد حياتنا وبدأنا نشعر بالعجز. هذا العجز دائما بيخلي الاشخاص يكون ردات فعلهم ثلاثه، يا اما بيهرب يا اما بيقاتل يا اما بيتجمد. وهدول الاشخاص اكثريتهم قاتلوا، يعني راحوا باتجاه انه هن يتنمروا على الاشخاص، يعني يروحوا باتجاه ايذاء الاشخاص الثانيين. بس ما هو القصد صحيح. التنمر بمعناه الحرفي كان هو نوع من الخوف، نوع من انه ما يعرفوا شو بدهم يتصرفوا، فايتين بحيره كبيره، هل انا قرايبي معقوله ما اروح زوره بمشفى؟ الحقيقه الموضوع هذا في حيره كبيره، والاشخاص دائما اللي بيتعرضوا للصدمات بيدخلوا باشياء اسمها اضطراب الشده ما بعد الرد، وبيدخلوا باضطرابات نفسيه ثانيه. لذلك عم نلاقي انه هلا الاضطرابات النفسيه كثير كثرت بعد موضوع الكورونا، منهم بالعكس في منهم اللي يعني تصرفوا تصرف غير جيد مع الاشخاص الاخرين، بيشعروا بالندم بجوا وادى لانه هن يتضايقوا ويشعروا بالقلق والتوتر. فالموضوع الحقيقه كثير كبير وتوقع بحاجه لبحوث كثيره. بس يمكن هي شفناها مع بدايه
اجتياح فيروس كورونا العالم نوعا ما اليوم هلا عم تحس الناس اكثر تأقلما شوي. خلينا نحكي عن الحاله النفسيه بالمحيطين بمريض فيروس كورونا، فعلا قديش الحاله النفسيه بتاثر، قديش فعلا انه هيدا مرض فيني انا اتعامل معه، فيني اتواصل مع هذا الشخص ضمن اجراءات وقائيه، وقديش بينعكس اساسا على نفسيته. هلا كثير مهم الدور النفسي الحقيقه بالكورونا، كثير اساسي، كثير البحوث عم تحكي انه النفسي اذا نفسيه الشخص او الناس اللي حواليه عطوا الدعم بيلعب دور كبير بشفائه بشكل سريع. فكثير مهم انه نلعب هالدور هذا، بس اكيد لازم نتخذ الاحتياطات الكامله، لانه شيء غلط نحن انه نحن نزيد انتشار المرض من خلال عاطفه غير حقيقيه، مثل الام اللي بتعطي العاطفه لابنها بطريقه غير صحيحه بتخليه يفوت باضطرابات نفسيه كبيره. دائما لازم العاطفه وقت نتوجه فيها بطريقه صحيحه. والحقيقه انه اذا سميناه التنمر اللي راح باتجاه الاشخاص وحاولوا يعزلوه اجتماعيا وحاولوا يبتعدوا عنه الاشخاص، عم ياثر على المدى البعيد كثير، يعني عم يؤدي انه هذا الشخص يتصرف نفس التصرفات احيانا مع الاشخاص الاخرين لانه اعتبره تصرف طبيعي، مثل الطفل اللي بيساوي التنمر بالمدرسه هو بيساويه احيانا بناء على تنمر من اشخاص ثانيين او من اطفال ثانيين، بيصير هو بيتنمر عشان بالنهايه يحصل على الشيء اللي هو بده اياه. طيب دكتور، كمان نحن عم نشوف يعني هي الحالة بشكل كتير خاطئ وبعيد عن مجتمعاتنا، يعني عم نشوفها صارت ظاهرة جديدة غريبة. نحن مجتمع تعود دائما على مواساة بعض، على التعاطف، هلا عم بنروح بأنه تصير المشاعر تتحول لمشاعر سلبية أكثر من ما تكون إيجابية. شيء حلو والله لو بعدوا عنه وقالوا أنه معلش خليه بهي الفترة لحتى ينحذر وتمنوا له السلامة، بس هي الفكرة ما عم تكون هيك. الفكرة عم بيحس المريض إن هو دائما شخص منبوذ، مبعود من بعد عنه، في خوف منه بشكل سلبي، بنظرات سلبية حتى بمحيطه، إنه أنت في حدا كان بيقربك معه كورونا ما تقرب مني، أو ما بطريقة سلبية أحيانا. قلت لك هو نوع من الخوف أنا برأيي أكثر ما أنه تنمر، لأنه هو مو قصد منه أبدا أنه هو يكتسب مكسب، ولا القصد منه إيذاء الشخص، هو خوف، خوف عايشين فيه كلياتنا. بس نحن اذا رجعنا اصلا لاسباب التنمر او شو عم بيصير، ليش التنمر هذا، نحن بمجتمع شوي اختلف، يعني نحن عم نحكي عن مجتمع لساتنا عايشين بحلم مجتمع مختلف. المجتمع هلا كثير اختلف، المجتمعات هلا يعني اسباب التنمر بيكون احد اسباب العنف المستمر، او حضور مثلا العاب الكترونيه بشكل مستمر فيها عنف، او الفروق الطبقيه اللي موجوده بالمجتمعات بين ماديا كان ولا اجتماعيا، هذا كلياته بدا يحصل عنا ببلادنا. يعني نحن تعرضنا لعنف لفترات طويلة، تعرضنا لإيذاء لفترات طويلة، بعض الأشخاص قدروا يتأقلموا مع الموضوع هذا، بعضهم ما قدروا يتأقلموا مع الموضوع هذا فحولوا لعنف هنن باتجاه آخرين دون ما ينتبهوا. فنحن لازم نرجع نعيد تقييم حياتنا كلياتها، إن كان اجتماعيا ولا نفسيا ولا كل المواضيع هذه، ونحط الأولويات الأساسية بحياتنا من أول وجديد، لأنه اختلف المجتمع بشكل كبير، لازم ننتبه على الموضوع. وبرجع بقول لا يزعلوا، لانه بالنهايه نحن وقت عم نقول لهم انه انتم عم تتنمروا، كثير اشخاص عم يتعرضوا هن اصلا لضغوط نفسيه، لانه هن قلت لك مو قصد منهم ايذاء الشخص الثاني، هن عندهم خوف شديد من انه يتعرضوا. يعني بتوقع اي واحد منا حتى انا انت انه اذا سمعنا واحد عنده كورونا يعني صعب علينا نروح نزوره بالمشفى، هو ما مطلوب نزوره بس مو مطلوب نزيد عليه. الحقيقة الوسائل الإعلام لعبت دور كبير، وسائل الإعلام هلا عم تتوجه كتير للعنف من خلال المسلسلات اللي عم تنعرض هلا الفترات الأخيرة، ولا من خلال كتير شغلات، أو من خلال اللي عم بيحطوها على وسائل التواصل مناظر معينة هي ما بتمثل مجتمع كامل، مثل مصر لما الصيني نزلوه كذا ضلوا يعيدوا فيه بهالمقاطع هذه، بس هيدي ما بتمثل مجتمع، هيدي صحيح. أشخاص أصلا عندهم تنمر من الأصل أو معرضين أو مشاكل نفسية. يعني نحن أكثر أشخاص اللي بيساووا التنمر الأشخاص اللي عندهم مشكلة أصلاً بشخصيتهم، عندهم ضعف بشخصيتهم، عندهم عدم ثقة بالنفس. يمكن عم نشوف التنمر بشكل كتير كبير هي فعلاً ناتج عن مشاكل نفسية متراكمة بتكون في ردات فعل للأشخاص. بس خلينا نحكي عن الخطوات الصحية السليمة للتعامل مع مرضى كورونا ضمن العائلة، لأنه بنعرف نحن ما عاد في حجر من المشفى بسبب يمكن بيكون ضمن المحجور بقلب البيت، كيف فيني أنا فعلاً أتعامل معه بطرق صحية نفسية سليمة ونفس الوقت قديش فيني ساهم بهذا الشيء بشفائه لهذا الشخص؟ يعني نحن بكل بساطة بالنسبة للكبار بالسن أو اللي عمرهم كبير، بكل بساطة نحن إذا ما قدرنا نزورهم أو ما عندنا
العيادات الكاملة اللي بنقدر نعملها أو حاسين إن إحنا مرضى فينا ما نقطعهم نهائي، نتواصل معهم على الأقل على التليفون، نحكي معهم كل يوم نص ساعة الصبح نص ساعة المساء، نشرح لهم بشكل مبسط عن الكورونا. إحنا دائما بنحاول نستخدم الكلمات المعقدة مع كبار السن والأطفال واللي هن أكثر شيء يعني معرضين للإساءة النفسية، نتعامل معهم بطريقة بسيطة، نشرح لهم الإجراءات، نقول لهم هذا المرض قابل للشفاء بشكل كبير. نحن هلا عم نشوف انه هو هذا المرض نسبة الوفيات فيه يعني ما اقل من وفيات السير، حوادث السير، او اقل من وفيات الانتحار عالميا، يعني مو هالاعداد. طبعا هو خطر اكيد، ولكن الاعداد اذا قارناها كاعداد احصائيات فهو حدث بيحدث كل 10-20 سنة، بتجي جائحة وبتهدد بالخطر الأشخاص، وبالنهاية بنمرق منها مثل ما مرقنا من غيرها. لازم نشرح لهم إياها بشكل مبسط، بس نضلنا على تواصل معاهم. إذا خايفين نحن نروح لعندهم مثلا أبوه أو أمه، يعني لهالدرجة هي وصلت أحيانا الخوف فينا، لا، ممكن أن نتواصل معاهم أو نحكي معاهم من مسافة بعيدة شوي، ونحن حاطين كمامة ومغسلين إيدينا منيح قبل ما نفوت على البيت، ونتخذ إجراءات أنه نفوت بشيء نظيف على البيت. ففي كثير اجراءات ممكن نتخذها ونكون جنب الاشخاص اللي هن بحاجه لانه بحاجه للدعم. الاطفال لازم نشرح لهم كل وسائل الوقايه بطريقه بسيطه، مثل لعبه يرسموا بالكورونا. الحقيقه المدارس لها دور كبير بهالموضوع هذا، يعني المفروض التثقيف يبدا من المدارس، وكثير مدارس هلا تطورت لدرجه انه كثير عم تعمل تثقيف جيد الحقيقه، بس في بعض المناطق اللي لسه التنمر هو الاساس بالمدارس. اكيد. طيب دكتور، بما انه حكيت عن المدارس، كنا بدنا نحكي عن هي الجهات، في جهات كثير معنيه بالتوعيه، مو بس يمكن العائله، كثير جهات معنيه انه هي توعي هذا الموضوع وتزيد ثقافه الشخص كيف ممكن يتعامل مع هي الحاله حتى النفسيه اللي هو فيها. مثل ما نحن هلا عم نحكي مع حضرتك على وسيلة إعلام ونحكي شوية نصائح، في كتير جهات تانية، خلينا نحكي أكثر عن سبل التوعية اللي هي موجودة حاليا. هلا أنا برأيي التوعية لازم تكون شوي مبسطة أكثر من التوعية اللي عم بتصير هلا. نحن عم نعطي كتير كلمات علمية وكتير معقد الموضوع. أنا حضرت من يومين، ما بعرف إذا حضرتوا معي، لمدرسة أو معلمة كانت بغنية عن التنمر ساوتها. هدول الفيديوهات اللي لازم نساعد بنشرها بشكل كبير، لما ما بعرف الأغنية تمام بس ما حفظتها، بس كتير شيء رائع يعني عم تحكي عن التنمر، هي عم تغني مع الأطفال بالمدرسة. هي الطريقة اللي لازم نوصل فيها للأشخاص، وخاصة الصغار بالعمر، لأنه التنمر بيبدأ بالعادة من أعمار صغيرة. فإذا نحن بلشنا بهالطريقة البسيطة بطريقة الغناء وبطريقة الرسم وبطريقة الحلوة، بس نحن أنه نروح نعطي محاضرة، أصلا المحاضرات بطلت عالميا يعني بالجامعات ما بنعطى، صار في شيء مختلف، الرول بلاي وطريقة التواصل، الطريقة عطاء المعلومة بطريقة البحث العلمي بطريقة مختلفة جدا عن الشيء اللي عم نشتغله هلا، بسيطة وسهلة للناس بعيدا عن المباشر. تمام. ونساعد بنشر، كلنا لازم نساعد بنشر بعض الفيديوهات مثل هيدي المدرسة واللي هي عم تعمل أغنية عن التنمر، قديش هذا بيوصل للأطفال بطريقة حلوة. ما نجي نحط لهم نحن هيك باور بوينت ونقول لهم 1-2-3 هيك التنمر هيك أساس، وهذا الشيء يعني حتى عندكم بالإعلام بتلاحظوا إنه في أحيانا كتير أشخاص بيجوا عندهم مستوى من الثقافة والعلم كتير واسعة، بس ما بيوصل للناس لأنه بيحكي بطريقة كتير عالية شوي، وهو بيكون فعلا علميا أقوى من كل اللي عم يجوكم، بس ما بيوصل للناس. فكتير مهم إن نحنا نحكي بشكل مبسط الحقيقة، وخاصة مع الأطفال وكبار العمر لازم نحكي معهم عن الكورونا، مو نقول لهم الفيروس مدري شو كذا وكذا وكذا، نحن نحكي بشكل مبسط أكثر. طيب إذا بدنا نحكي بشكل عام عن حالة التنمر، يعني بالآونة الأخيرة عم نشوف تنمر بشكل كتير كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أشرت لنقطة مهمة قديش المدرسة بتلعب دور، بس يمكن حتى من خلال التربية، يمكن بتبلش القصص من عند الأطفال لما الأهل يقولوا له للطفل ما تخلي حدا يضربك، اللي بيضربك بضربه. تمام. ما في ما في يمكن طريقة صحيحة لأني وصل له الفكرة قديش فيني دافع عن نفسي بس بعيدا عن إيذاء الآخر أو رد العنف الكبير. خلينا نحكي عن هاي حالة التنمر، ليش عم نشوفها بشكل كتير كبير بالآونة الأخيرة؟ قلت لك يعني نحن ما عم ننتبه إنه نحن مجتمعاتنا، يعني نحن المسلسل بدون ذكر يعني طبعاً بس كورونا عم نحكي بشكل عام، مثلاً مسلسل يعني أنا مثلاً أحد الأطفال قال لي أنا بدي أطلع مثل فلان بالمسلسل لأنه هو عنده السلطة وعنده المصاري، يعني فنحن ما بنعرض هيك مسلسلات وبنورجيهم إنه السلطة والمصاري بتجي من خلال القوة، من خلال السلاح، من خلال الضرب والقتل، فهذا شيء مشكلة كبيرة يعني.
نحن لما بنشوف انه دائما الاهل عم بيحضروا الاخبار وعم بيشوفوا الازمه اللي صايره بسوريا والحرب والهذا، نحن هذا عم نوصل لهم رساله خاطئه. لما نحن بنسمح لهم يلعبوا العاب الكترونيه فيها قتل وضرب وكذا، اجباري بدنا نوصل للتنمر. لما الاهل ملتهيين وهذا حقهم الطبيعي للاسف، عم بقول لك في امور ما عم نقدر نغيرها. لما هن ملتهيين طول النهار انه يجيبوا امور ماديه، يعني كل هالامور اللي عم تحكيها لازم يكونوا اهل رقيب. يعني المشكله هذا اللي كنت يحكيها اخر شيء، انه الاهل ما بقدروا يكونوا كثير رقيب، لانه نحن بوضع مادي هلا واقتصادي بحاجه لانه الام والاب يشتغلوا بشكل مستمر لحتى يامنوا القوت اليومي لاطفالهم لعائلتهم، فهن ما بيقدروا اصلا يكون عندهم وقت لهالشيء. هذا نحن لازم هلا نركز انا برايي على موضوع المدارس. المدرسة هي الوقت الأطول اللي عم يقضيه الشخص، لازم يكون في ساعة أو على الأقل أسبوعيا أو ساعتين للتثقيف على الأطفال ودخول معهم بنشاطات متعلقة بكل شيء متعلق بالحياة، يعني نعلمهم كل شيء بالحياة، نعلمهم أنه التنمر هذا ما حيجيب نتائج، وخاصة أنه الطفل التنمر بيعمله لحتى هو يثبت نفسه. يعني هو مثلا بيستبعد الطفل الثاني حتى ما يقولوا انه عم بمشي مع هذا النحيف، انا عم بمشي مع هذا القوي، ما عم بمشي مع هذا اللي اسمه بشيع، عم بمشي مع هذا اللي كل المدرسه بتهاب منه. فابدا لازم نخبرهم انه مو هيك الموضوع، ونورجيهم امثله حتى لو عندنا اشخاص نجحوا وهن مثلا صفاتهم او عندهم نقص بشيء معين، نجيبهم على المدرسه ونقول لهم هذا الشخص طلع وين وصل رغم انه هو عنده اعاقه مثلا، رغم هيك وصل لشيء كبير. انا بشوف الاطفال بيتاثروا كثير مثلا بفيلم او مسلسل في شخص عنده اعاقه ورغم هيك اخذ بطولات كبيره بالرياضه، لازم نخليهم يشاركوا ببطولات رياضيه وخاصه انه نحن ما عم ينتبهوا الاهالي انه نحن الدوله وهذا الشيء يعني بسوريا ما حدا عم ينتبه له، في كثير شغلات مجانيه. يعني نحن فينا نلعبهم رياضه قد ما بدهم بشكل مجاني، فينا ندخلهم دورات بشكل مجاني. فيعني نحن من الدول اللي الحقيقه بنتفوق بهالشيء هذا، حتى هلا اجهزه الاكسجين عم يتامن للناس بشكل مجاني موجود. امبارح تفاجات عم بدق تليفون عندي مريض، قام فورا قالوا لي خلال دقيقتين بيكون عندك يعني الجهاز وكل شيء. يعني فالموضوع كثير موجود بس نحن نتطرق له، ما نتطرق للفيديوهات البشعه اللي عم تطلع وتحكي عن هالموضوع هذا. اكيد يعني بنتمنى طبعا دكتور كل اللي عم بيتابعنا يكون استفاد من هي المعلومات، وبنتمنى الصحه والسلامه للكل. شكرا. انا بس بدي ركز على نقطه كمان كثير مهمه لو بعيد. نحن اكثر الحالات اللي عم تراجعنا هلا بالعياده هو الخوف المرضي اللي عم يصير عند الاشخاص، مثلا عندهم نوع من الوسواس المرضي، مراجعه الاطباء بشكل مستمر خوفا من المرض، خوفا من اصابتهم شيء. لازم ينتبهوا على القصه ويبلشوا يراقبوها بشكل صحيح، لانه كل ما لها الظاهره عم تستاد عنا نوعا ما. فلازم ننتبه انه لا، مو معناته انه نحن الكورونا حتصبنا اعضائنا وحتخلينا مستمرين بالمرض وكذا، لا، هي حاله ممكن تنصاب او لا، وهي لها شفاء تقريبا نسبته كثير كبيره. نتشكرك اكيد دكتور طبيب نفسي احمد تاجي على وجودك معنا، بنتمنى الصحه والسلامه لكل الناس والالتزام بالاجراءات الاحترازيه للحفاظ على سلامه الناس. شايفه قديش بعدين من بعض تقريبا هي. يعطيك العافيه دكتور، شكرا كثير لك. يعطيك العافيه، بنتمنى لك الصحه.